عيسى فور 31/10/2012. نشوب حريق في احد منازل جراء قصف مدفع الحي، والجيش الحر يحاول اخماد هذه الحرائق بشتى الوسائل. الله اكبر، عزة لله. بشكل عشوائي 31/10/2012 حي الصفوت، نشوف حريق في احد منازل الجراء قذيفة مدفعية تستهدف الحي. الله اكبر، عزة لله. أبطال الجيش الحر يحاولون السيطرة على الحريق. الله أكبر، وذكر الله. الثلاثين عشر 2012 أبطال الجيش الحر يحاولون إخماد النيران التي نشرت جراء قذيفة مدفعية في الله أكبر، وعزة لله. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر. حي الصافور 31/10/2012 اختراق أحد منازل جراء قصف مدفعي للحي، محاولة الجيش الحر إخماد هذه الحرائق. الله أكبر، وعزة لله. على البسيط يا خلوه. حسبي الله ونعم الوكيل. كله على الفاضي عم يروح، كله على الفاضي.